متابعي قناة أبو حفصن حيلي، مرحبا بكم. إخواني وأحبابي في الله، نسأل من الله سبحانه وتعالى يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، أمين. يجعل تفرقنا من بعده سالما موفقا من الشر معصوما، أمين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل فينا ولا منا ولا معنا ومن بيننا شقيا ولا محروم. أما بعد إخوتي، نشكر الله عز وجل أن جعلني وإياكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون أيها الإخوة الأفاضل والأكارم عباد الله، هذه أمة عظيمة، والله عز وجل بين ذلك، فحري بنا أن نتعرف عن هذه الأمة العظيمة. والله قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة مرحومة. كما تعلمون أيضا أن نبي من الأنبياء وهو موسى عليه السلام تمنى أن يكون فدا من هذه الأمة. لما اطلع على الألواح وجد أمة عظيمة على السجل القرآن الكريم، 60 حزب في السر ديالها، أمة كتقول بسم الله في الأول، آخر كتقول الحمد لله، الله عز وجل يغفر لها الذنوب، الله أعطاها الحسنة 10، تمنى أن يكون فرضا من هذه الأمة. شكون هذا؟ هذا موسى. الله عز وجل ذكره في آيات عديدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت كنوجد موسى موسى موسى، كأن القرآن أنزل على موسى. موسى هذا موسى تمنى يكون. إذا باش نفهموا الحقيقة ديالنا حنا، اش قلنا هذا؟ باش نفهموا الحقيقة ديالنا ما نكونوش غافلين. إذا فلله الحمد والمنة سبحانه وتعالى أن جعلني وإياكم من أمة محمد. فيجب علينا أيها الإخوة وجوبا تاما أن نكون تبعا لرسول الله. إذا كنا احنا أفضل أمة وأخير أمة وجعلنا الله سبحانه وتعالى هذه الأمة المباركة، الوجوب ديالنا يعني التبيين اللي غادي يأهلنا ويبين الحقيقة ديالنا، لأننا خصنا نكونوا تابعا لرسول الله. والله أخبرنا بهذا وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خصنا نكونوا تابعا لرسول الله في الصغيرة والكبيرة. السنة جاء بها صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون كاين السنة القولية هي التي قالها رسول الله، كنا السنة الفعلية التي فعلها رسول الله، كنا السنة التقريرية أقرها صلى الله عليه وسلم، يعني فعلوها الصحابة ونبسنا عليها. إذن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا النبي اللي خصنا نتبعه، كيفاش كان؟ كيفاش كان رسول الله؟ في صورته. دابا لو بغيتي تتبع النبي في صورته راه تسميوك حمق، غتولي حمق. في صورته، الشكل كنا المضمون. في صورته كيف كان؟ في صورته النبي كانت عنده عمامة زرقاء، عنده عمامة بيضاء، عنده حديث كثيرة كتحدث. كيف كان في صورته؟ دابا لو بغيتي هيكل بلا ما نمسحش القوس هنا، لو بغيتي تشبه بالنبي غيسميوك حمق. لو بغيتي تشبه برسول الناس كتشبه، ولكن عيب عنده تحسين هكا، كيدير الشريط هكا، واحد عنده نجمة الوسط كيديرها الوسط، واحد عنده هذيك السروال مقطع منها كيديرها الاخر، عنده من ظهره كيتشبه. انت لا تشبهتي برسول الله ولا عجب هذا الامر. هذا ما تعجبوش، ان نسال الله سبحانه وتعالى ان يرد امه الاسلام الى دينها والى نبيها ردا جميلا. ولكن السنه قوليه، القوليه والفعليه والاخره تقريرية. لكن ماشي المشكل فين كاينه، قلنا خصنا نتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في صورته صلى الله عليه وسلم. ثم الا تبعنا النبي في الصوره ديالو عن صبحك نبانوا عند العامه الا من رحم الله حمق. دوك صحاب الكذا، هذوك صحاب الطواقي، هذوك صحاب الجلد. كيف كان رسول في صورته؟ رد بالك خصك تتبع النبي في الصوره ديالو بلا ما نوضح لك الصوره ديالو. المساله الثانيه في سريرته، النبي ما كانش يديك مطوار ودير مع هذا. النبي كان لما كيشوف الناس مرتاحين عاد كيرتاح، كيرتاح صلى الله عليه وسلم. ما كيشبع، لما كيشوف الناس شبعانين هو مش شبعان. حتى كيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحجيره ورابط الحجر على البطن ديالو من شده الجوع، كما قال اهل السير او ذكر اهل السير ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف الامه مرتاحه كان يتلألأ صلى الله عليه وسلم. خصو يشوف على الامه مزيانه. حنا دابا خصنا نشوف خويا دخل الحبس، تهرس مشكله، الضمير كيفاش داير كان حي. وسعوا اليه يا ايها الذي انزل اليه الذكر، قالوا عليه يا ايها الذي انزل عليه الذكر، عليه الذكر ماله؟ قالوا انك لمجنون. انك وكان في الخطاب هنا كيهضروا مع النبي انك لمجنون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كيرجع ما كيرجعش كيدير هكا، لا كيرجع هكا بوجهه سليم بيناتهم. ضوخوه، حمقوه، تجاهلوه في حقه، اعتدوا عليه،
في كل الرباعيات ديالو، لكن كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيره ديالو كيفاش كانت نقيه، كيبغي الخير للعالم. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، رحمه للعالمين، الصغير والكبير والغني والفقير. وقلنا كنا في صورته وفي سريرته، وزيد الثالثه تقريري، والسيره ديالو كاينه الصوره وكاينه السريره وكاينه السيره. السيره هذه من بدايتها، كيفاش دخل المرحاض، كيفاش خرج من المرحاض، كيفاش نعس النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش فعل، كيفاش دخل السوق، كيفاش لبس الثياب، كيفاش 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 السيره ديالو. السيره ديال الخلافيات عندنا حديث ولا حرج، نعوذ بالله. والله عز وجل بينه، قال له مدحه، قال له انك على خلق انك على خلق عظيم. الله عز وجل كيذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيقول له يا محمد، كما هو مذكور عند ألفيس بن مالك، سبحان الله هذا الامام العظيم قال هذا الكاف، كاف الخطاب كيتكلم مع النبي، قال له انك لعلى خلق عظيم يا محمد، سيدي محمد، رسول الله، رسول رب العالمين، قدوه هذه الامه، انا اصطفيتك واجتبيتك، انت على خلق عظيم. شكون اللي طبع له؟ شكون اللي عيدو؟ شكون التزكيه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى زكاه. هذا النبي المبارك جلس مع ابو بكر الصديق، شو اخلاق النبوه كيدايره؟ المراه كتشتم في ابو بكر الصديق، تقول له أو شي واحد ما عليناش، كيتكلم في ابو بكر الصديق، يقول له يقول له يقول له يقول له. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي شاف ابو بكر الصديق رجع ديالو، دابا كتبت عاود ديالو على نفسه، دفاع على النفس، كيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله زعما خصك تعدل. ومين كان هو كيقول لي؟ مين كان هو كيقول لي؟ كان عاجبني الحال، قال له مين كان كيقول لك؟ راه كان الملك كيرضى عليك. لما بقيت كتقول له جا الشيطان بيناتكم، انا هربت. صلى الله عليه وسلم. انا هربت. شوف شوف. سلمان الفارسي كما هو موجود في حياة الصحابة، جاء من الفرس وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه سلمان منا أهل البيت. منا أهل البيت. هذا الصحابي الجليل جاء عنده واحد قال له يا سلمان أنت كذا 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 كذا، تخيخه كما كنقولوا هنا بالدارجة. قال له يا أخي إذا كنت يوم القيامة ما عنكوش من المقبولين، كلامك صحيح. ولكن إذا تقبلت عند الله عز وجل ونجاني من النار ودخلني الجنة، فكلامك خاطئ. شو سبحان الله العظيم. الإمام أحمد، وما أدراك من الإمام أحمد؟ هذا العلامة، هذا الإمام اللي كان كيضرب الخنشة على الدار ديالو، كان كيضرب الخنشة، إمام كان كيحمل، إمام هذا عملاق بصم، واحد البصمة عظيمة في الدين العظيم، رجل بسيط متواضع أديب. شحال خرج ديال الطلبة وشحال العالم كيتكلم به أحمد، راه من مذهب من المذاهب الأربعة تكلاسا، هذا علامة القبول من الله سبحانه وتعالى. كاين مذاهب كثيرة وعديدة. جاء عنده واحد قال له انت بحال الكلب، قال له بحال الكلب. وجبد له الايه، الله قال اش يقول الكافر يوم القيامه؟ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. والكافر عيتمنى كلب، الكافر عيتمنى يوم القيامه. علاش؟ علاش غيكون كلب؟ حيت الكلاب ترجع دابا مثلا نعيجه او لا كليب او لا هذا نطح هذا نطح نطح ترجع بلاصتها. تمام. وقال لهم الا كنت انا مثلا غنكون في ديك الموقف الكافر تمنى في ديك الحصره غيكون انا، ماذا بيا انا نكون في ديك اللحظه هذه؟ شكون هذا؟ امام هذا؟ امام احمد. هذا الامام احمد هذا رحمه الله. اذا هذه الاخلاق هذه كامله اذا تجلت في المسلم او المؤمن، الله اكبر. وكما قلنا المؤمن او المسلم خصو يكون تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل هو نايم في في المسجد. عمر بن عبد العزيز مع الكارد كوريس، كما كتعرفوا مثلا الامير البلاد يكون معاه الحواشي، يكون مع الكارد كوريس، ومن حقه هذا امر واجب معاهم العنايه به، غادي معاه. دخل اصطدم على شي واحد قاصو في رجلو ناعس، قال له اصاحبي واش تحمق ولا دابا الحراس غادي نقولوا لا لا هو ما قال. قال له لا انا ماشي حمق. قال له هذا كيفاش؟ قال له هو عسولني، قال لي واش انا حمق ولا ماشي حمق؟ ناعس ناعس مع راسك ناعس. شحال الناس مغرقين في المحاكم على كلمه واحده، حيت هو قال لي شو امير ديال البلاد دخل على وجه راسه. سبحان الله العظيم، في حد كتاب العريفي والله العظيم تاثرت انا بهذه الكلمات. هذا امير ديال البلاد مع الناس السلطه ومع الناس الكارد كوريس، لما دخل عكس واحد قال له صاحبي انت احمق ولا؟ قال له لا لا ناعس انا ماشي احمق انا بعقلي. الاخرين تعجبوا، دابا هو برد الامير السلطان راه بردناه، الكارد كوريس ما بردت لهم شي، وانا قال له لا انا ماشي احمق انا بعقلي. قلنا يا احباب رسول الله كيفاش تكون الاخلاق ديالنا الا بغينا نكونوا تابعا لرسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث بعثت
لأتمم مكارم الأخلاق. شو إيش أجمل شيء فيك؟ تكون فيك الأخلاق طيبة. وخا عندك دنيا، وخا عندك الصحة، وخا عندك الجاه، وخا عندك العلم، وخا عندك وزن في الدولة، عندك كرسي، ما عندك الأخلاق. نعوذ بالله. أخلاق النبيلة التي كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كتبدا البناية، ما يمكنش نبنيو الدار بالأساس. والله ما يمكن لك تبنيها بالأساس. وتكون كتصلي 10,000 جولات ماشي 1,000 جولة. وأنت كتأذي الجيران ديالك بالقول، بالفعل، بجميع الأشياء. خطأ كبير فادح. كتصلي. مش نقولوا ما تصلي شيء. الصلاة ضروري خصك تصلي تكون عبد الله، ولكن خصك تكون البناية ديالك صحيحة. لما كتكون البناية عندك صحيحة فيك الأخلاق الطيبة النبيلة، وكتشبه برسول الله على قدر المستطاع. الإنسان كيتبني على شيء فشيء حتى كما كيقولوا الوضعية ديالو كتحسن الوضعية ديالو. ثم بعد كتبقى تبني، ملي كتبقى تبني الصلاة، الزكاة، الحج، أعمال النصح للناس، وهكذا من هذه الأعمال الصالحة. كنا نسألوا من الله سبحانه وتعالى كيفاش يحسن الأخلاق ديالنا. أمين. رحنا الأمة كتعاني واحد المعاناة شديدة، عندنا أزمة عالمية حقيقة من الأسباب هذه، أسباب الأخلاق. الأخلاق سبحان الله العظيم فهو هذا الوصف عظيم يكون في الإنسان، يكون متخلق متأدب، كيرد السيئة بالحسنة. سبحان الله العظيم. والله العظيم كنعرفوا ناس كثارين سبحان الله العظيم ما كانوش كيمسوا، ما كانوش كيأذيوا، ما كانوش. وسبحان الله عاشي شي مريت واحد المرور قليل بعد إخوان مسكن معروف إننا في العين سمن، وشوف ديك الناس سبحان الله ديك القاعدة ديالهم يكونوا جالسين 80 طالب 70 طالب 60 طالب. يا عجبا يا سبحان الله العظيم. والله تتشهد قسما بالله تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. غارقين الناس غارقين، طلبوا الله حنا يتوب علينا. أنا كنت كنتكلم نفسي وغارقين ودير القلب. وسبحان الله العظيم انا مشتوك شي 5 المرات وكي تجلس معنا في بنيه مرقي في واحد المجلس ما شاء الله ما كنتش ناظر. جا ديك الصمادي جا من مدينه تطوان دريس تبارك الله عليه منور، عنده الدكتوراه ما شاء الله، هو دار له عاد التقديم 5 ديال الدقائق. كيفاش تقدموا السيده؟ قال لي الاوليه انا راه ناعس. قال لي الاوليه قهروا من هنايا والله الا قال لي الاوليه. زعزعت انا 5 دقائق افتتاح المجلس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى كيفاش يحسن الأخلاق ديالنا. آمين. يوسع الأرزاق ديالنا. آمين. نسأل الله عز وجل يتوب علينا. آمين. قول إيمان ضعاف. آمين. ما عندنا شي واحد من غير الله عز وجل اللي غادي يرحمنا. وما عندنا شي واحد من غير الله سبحانه وتعالى الله عز وجل اللي يعتني بنا بالعفو ديالو وبالكرم ديالو. حنا فقط باش نقدروا نخرجوا من المأزق نسامحوا لبعضياتنا ونعفوا لبعضياتنا. ودائما نرد اللوم النفسي. والله العظيم هذه هي الخطا. نقول راه انا هو السبب، راه انا المشكله فيا. ربما نبحث واحد اخت كتطلب منكم الدعاء. نسال من الله سبحانه وتعالى ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا رب اشفيها شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما. أمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. أمين. يا رب العالمين. أمين. ردها الى اهلها ردا جميلا. أمين. الى زوجها والى اولادها والى اخوانها الى عائلتها والى جيرانها ردا جميلا. أمين. شافيها يا رب العالمين. أمين. انت الشافي يشفي الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم شافي جميع المسلمين. اللهم شافي جميع مرضى المسلمين. اللهم شافي جميع مرضى المسلمين. اللهم عافي جميع المسلمين. اللهم هدي أمة محمد. تب على أمة محمد. ورد أمة محمد إلى دينك ردا جميلا. حتى تستريح أحوال العباد والبلاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وآخر دعوانا الحمد لله. جزاك الله خيرا. متابعي قناة أبو حفص حيلي، لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله.